كورونا مستمر في حصد أرواح الصينيين. بريطانيا تدخل أول أيامها بعد بريكسيت. مهلة الرئاسة العراقية لاختيار رئيس للحكومة تنتهي. منافسة على زعامة مدريد بين الريال وأتلتيكو. مكافأة مالية لتحرير تمساح من إطار دراجة نارية. كورونا مستمر في حصد الأرواح. السلطات الصينية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس الجديد إلى 259 حالة وفاة، بينما هناك أكثر من 11 ألف حالة إصابة، في وقت لا تزال فيه عمليات احتواء الفيروس ومنع انتشاره مهمة شاقة ومعقدة. في بريطانيا الأمور قد تبدو شاقة أيضا، لكن على الصعيد الاقتصادي هذه المرة، فبعد الليلة التاريخية التي عاشها البريطانيون لحظة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، تدخل المملكة المتحدة مرحلة انتقالية ممتدة ل11 شهرا تنتهي بنهاية العام الحالي، وتهدف إلى منع حدوث هزات اقتصادية جراء عملية الخروج. في العراق خروج كذلك، ولكن هذه المرة من نوع آخر، فالآلاف انضموا إلى ساحات التظاهر والاعتصامات لدعم المطالب الشعبية بحسم تسمية رئيس وزراء جديد، في الوقت الذي تنتهي فيه اليوم المهلة التي حددها الرئيس العراقي برهم صالح لكي تقدم الكتل السياسية مرشحها البديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. بين السعي لمواصلة الانتصارات ومحاولة الخروج من الكبوة، عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع منافسة محتدمة في درب العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو ضمن منافسة الدوري الإسباني، حيث يسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز وتعزيز صدارة ترتيب الليغا، بينما يسعى الروخو بلانكوس للثأر من خسارة السوبر الإسباني. سمعنا كثيرا عن الحظ السيء، لكنك لست أكثر سوءا من هذا التمساح الذي يعاني منذ نحو 3 سنوات من التفاف إطار دراجة نارية حول عنقه. لذا تحاول السلطات الأندونيسية تخليص هذا الحيوان من أزمته، فرصدت مكافأة مالية لأي شخص يمكنه المخاطرة. ترى هل يجدون هذا البطل؟ تابعونا دوما عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة. في أمان الله.